من منطلق الإيمان الراسخ بمسؤولياتها الوطنية والإعلامية والمجتمعية، فقد تمكنت جريدة الرؤية باعتبارها أول جريدة اقتصادية في السلطنة أن تحطم القيود التقليدية للعمل الإعلامي، مواصلة لثقافة مجتمعية إنمائية تقوم على المبادرة والإسهام المجتمعي متعدد المشارب والأهداف، خصوصاً ما يتعلق منها بدعم وتحفيز المشاريع الواعدة والشخصيات الاقتصادية ورواد ورائدات الأعمال الوطنيين، ترسم مساراً جديداً لدور الإعلام في خدمة المجتمع، وتدعم الجهود الحكومية الهادفة لصناعة التميز والابتكار واستثمار قدرات الكفاءات المجيدة لتعزيز قوة المجتمع ورفض منظومة التنمية الشاملة. وتشهد النسخة الثامنة تنويعاً في الفئات والقطاعات التي تستهدفها الجائزة، وشهد المؤتمر الصحفي للجائزة هذا العام توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جريدة الرؤية وغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تستمر لثلاثة أعوام بداية من العام 2019 وحتى العام 2021. نشعر بالسعادة نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة الاستراتيجية مع جائزة الرؤية الاقتصادية، وهذه الشراكة هي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز الجوانب الاقتصادية كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، لا سيما وهي تعمل لإكمال دور جريدة الرؤية التي تعتبر واجهة إعلامية رائدة في السلطنة، وتمثل الجائزة حافزاً للمزيد من العطاء ولإبراز مناشط وثمار القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود والعطاء وخلق أجواء تنافسية إيجابية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. ويسرني أن انتهز هذه الفرصة بنتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لجميع الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية. وختاما باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة أتقدم بالشكر لجميع المشاركين المتقدمين للجائزة والمنظمين والمحكمين وطاقم جريدة الرؤية الاقتصادية، والشكر موصول لرؤساء وأعضاء وموظفي فروع الغرفة بجميع محافظات السلطنة الذين ساهموا في إبراز الجائزة وتشجيع المشاركة بها من مختلف محافظات السلطنة وساندوا هذه الشراكة الاستراتيجية. من الشراكة التي تعكس الإيمان الراسخ بأن مسيرة العمل الوطني في هذه المرحلة من التنمية الشاملة بالبلاد تستلزم تكاتف كل الجهود من أجل ضمان تحقيق أعلى معدلات للنمو وإنجاز الطموحات التي تصبو إليها في جميع المجالات. والشراكة الاستراتيجية من الغرفة من شأنها أن تعزز جهود دعم القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال الدور المحوري الذي تقوم به الجائزة في إبراز ما يتميز به القطاع الخاص العماني من مقومات تدعم نجاحه وتسلط الضوء على مختلف مكونات هذا القطاع. من أبرز أهداف جائزة الرؤية الاقتصادية هي إبراز المساهمات للمؤسسات في مختلف المجالات والتي تعكس بدورها المنافسة في جميع القطاعات، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها ويسهم بها في دعم مسيرة التقدم والرخاء. من خلال هذا النشاط ومن خلال هذا المشروع بإمكاننا أن نكون مميزين عن باقي الدول المجاورة في تمييز شركات التأمين العاملة في السوق العماني، مما يجعل أو تكسب هذه الشركات الثقة أكثر من أصحاب المال والمشاريع الحكومية الكبيرة، وهذا سوف يساعد في إنجاز أو حصول على تصنيف الائتماني. ومنذ العام 2017 استحدثت اللجنة المنظمة للجائزة نهجاً جديداً يتمثل في اختيار إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة لتكون ضيف شرف الجائزة، وهي خطوة من قبل اللجنة الرئيسية للجائزة
بدعم الاستثمار الأجنبي في إطار خطط الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف المشاريع وتعزيز نمو المناطق الحرة والاقتصادية وغيرها. وفي نسخة هذا العام ستكون دولة الهند الصديقة هي ضيف شرف الجائزة، يعزز عمق وثقل العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة والدول الصديقة حول العالم. والجائزة تتضمن 7 فئات، هي جائزة أفضل مشروع حكومي، وجائزة أفضل مشروع بالقطاع الخاص، والذي ينقسم إلى قسمين. الشركات الكبيرة، وفي نسخة هذا العام تم تخصيص المنافسة على الشركات العالمية إلى جانب فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن فئات الجائزة أيضا جائزة أفضل استثمار أجنبي وجائزة أفضل مشروع في برامج القيمة المضافة وجائزة أفضل شركة طلابية وجائزة أفضل شركة في قطاع التأمين. والجائزة تخضع في تصنيف المشاركين والمتنافسين عليها سنوياً لدستور من المعايير الصارمة ولجنة تحكيم اختصاصية تضم في عضويتها نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة. كل عام عدد المتقدمين والاستثمارات المستلمة عدد كبير يغطي جميع القطاعات المختلفة في السلطنة وجميع محافظات السلطنة. نسعى في هذه السنة أن نظهر بباكورة من الأفكار الجديدة الخلاقة والبناءة والمستديمة، سعداء بأننا نكون في عجلة إبراز هؤلاء رواد الأعمال الجدد وأننا يكون هم في خدمة الوطن ونحن في خدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد أصبحت الجائزة علامة فارقة في الساحة الاقتصادية العمانية، تتنافس عليها المشاريع المرموقة في كافة المجالات، ويسعى للفوز بها المجيدون في جميع القطاعات الاقتصادية، وأصبح يعول عليها كثيراً في التعريف بالإنجازات والنجاحات التي تحققها المشاريع الرائدة، وما زالت تتطور عاماً بعد آخر ودورة تلو أخرى، وتواكب المستجدات وتسابق الطموحات لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع.